أخيرا وصلت لكم. جاهز يا مالك؟ جاهز. أنا هقتلهم دلوقتي. يلا هقتلهم هقتلهم. سيرفايفل في فيديو. ايوه يا شباب اللي عايزنا نعمل ارض ثلاثة بقول ثلاثة بقولك سبعة بقولك سبعة. اديني اوكي يا شباب. ففي الفيديو ده ان شاء الله مش هنعمل اي حاجة معينة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنبتدي زي ما قلت لكم حالة فاتت كنت رايح اقتل روان وريان، ولكن كان في حصل مشكله في الفيديو ده وخلى الفيديو يقطع. ايه تعالى يلا يلا يا عم الفيديو. اوكي يا عم ارجع للورد. بس استنى تعالى يا عم. في الحلقه الجايه يا شباب طبعا عشان مالك ما يزعلش هنلعب في ارض سيرفايفل عشان مالك ما يزعلش. وممكن ينضم لينا كارا او ياسين. كارا حب. اوكي فزي ما انتوا عارفين يا شباب احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نصور لكم فيديوهات كتيره والكلام ده كله ومش عارف ايه والكلام ده. وظلم منا يا عم. انت ليه متضايق مني يا عم؟ عارف يا عم عشان النوى انفجر. فربنا قدر فربنا قدر يا عم ثانية يا عم. لا أربعة يا عم استنى في أكبر مشكلة. أوكي طبعا يا شباب أنا هطلع بديرك. أوكي هنطلع بديرك طبعا. الموت قاعد يبص لي هنا. أوكي أقول لكم ليه احنا هنطلع بديرك دلوقتي. احنا هنخرب له المشروع. احنا هنخرب عليه طبعا. يعني احنا هدفنا ان احنا نخرب عليه. أوكي اوكي يا شباب. اوكي يا شباب طبعا احنا دلوقتي انا ومالك هنعمل حاجة والصورة. انا بدي عرش يا عم. انا مش لعب معك تاني. ليه يا عم انت متضايق؟ يا عم انت ليه متضايق؟ يا عم يا عم بص في الحلقة الجاية هخليك تلعب في الأرض السرفايفل وفي الأرض الكرييتيف وفي الأرض مش عايز أرض كرييتيف. طيب يا عم هحرق لك البيت. ده ايه ده يا عم؟ ده سموث كورك. سموث كورك صح. ده بلوك كونكريت. انا مش فاهم الانجليش بتاعي. بلوك اوف يا عم. يا عم انت كل شويه تقول لي انا فرحان بيك انا زعلان منك عشان انت نسيتني الانجليش بتاعي. يا عم مش عارف اتكلم انجليش تاني. انت عايزني اجيب عرب الانجليش. طيب قول لي يعني ايه وان؟ وان يعني ايه؟ يعني واحد. برافو رجعت عرفت يعني ايه. اوكي بيلا 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 يلا. انا هقتلك في النار. لا انا اصلا مصمم من النار.
يا عم اللي مصنوع من اللوز ما يتقفل. لا طيب انا لا يبقى انا كده اللي يا عم بساعد بس خلاص. ايه انا هجرب اشوف. يا رودي يا رودي ميه ساقعه ولا ميه دافيه؟ بس انا بموت من الميه على فكره. بموت من الميه؟ ما حطيت عليا ميه مش هبصدي يا عم انت. انا اصلا مش انا يا جماعه انا اصلا مش بني ادم عادي. انا مش بني ادم حقيقي اساسا اللي ما يعرفش. لا في الحقيقه شباب انا مش بني ادم حقيقي. اوكي يا شباب طبعا دلوقتي احنا هنجيب صديقنا الاماراتي. معايا صديق الاماراتي. مش تاني الاماراتي ثانية. هلا والله يا صديقي ايش الحال؟ الحمد لله يا عم تعالى. اوكي دلوقتي يا صديقي انت لازم انا احنا يا عم احنا لازم انا وانت يا مالك نساعد صديقنا نساعد صديقنا الاسطوري الاماراتي ان هو انا ببني التاور بتاع براءه اي حد تاور اوف هيل يا ناتي يا ايها المتخلف يا المتخلف يما عليك انت ده في 100,000 يا عم. ايه يا عم يا عم يا عم مش بيت يا عم انا عايز اقعد فيه شويه. ممكن تقعدني فيه اقعد عندك اقعد في اللافا اقعد اشحت من قصدي اقعد